تعالي يا حبيبتي. مش قادرة أصدق اللي بيحصل يا ماما. حاسة إني في كابوس ونفسي أفوق منه. ربنا كبير يا بنتي. أخوكي عمره ما عمل حاجة وحشة. ربنا مش هيسيبه. دول من جبروتهم حابسينه في معسكر الأمن اللي كان شغال فيه. دول لو قاصدين يكسروا نفسه مش هيعملوا كده. مش أحسن ما يقعدوا مع المجرمين والحرامية. بتعمل ايه دلوقتي يا سليم؟ خلي مراد لحد بكره، الدنيا مش هتطير، لما تصدقها ترفع بيها اللي روح. يا رياض ما تسترجل شويه، واحنا بنعذبك هنا. بتعذبني. بنعذبك؟ سليم بتعذبني الصراحه، انت عارف ان ورايا جواز وهم ما يتلم، وبعدين ما انا خلصت شغل، هقعد بقى في ام المخروبه دي اعمل ايه؟ انت بتحسسني بكلامك اللي شغال على البحر. يا ابني افهم، عشان تدي شغلك لازم تحبه. انت مصدق بالله؟ لا اله الا الله. انا بحب العساكر وبحب المكان ده كله حته حته، شايف الواد الغبي اللي هناك ده؟ برضه بحبه اخر رغبه غباوته دي كلها. يا عم ربنا دي المحبه، وانا تحب في العساكر، انا اخر حب خطيبتي ابويا وامي. مفيش فايده. عمرك ما تتعلم مني حاجه. مين اللي قال لك كده؟ انت اخويا الكبير ومعلمني كل حاجه كمان، بس بيني وبينك مش عاوز ابقى زيك الصراحه، سيبني اعيش يا عم وهناك، يا عم انا عاوز اعيش. ماشي اخويا انا خليك تعيش، بس مبدئيا هنا ناس اسمي سليم بيه، مش سليم بس، فاهم ولا لا؟ قوم يلا. لا راجل، طب اخويا الصغير هضربه طيب. خير يا فندم، بلغوني من ساعتك عاوزني. أنا ما استغناش عنك أبداً يا صلاح. عارف لو أنا عندي 10 ضباط زيك ما شيلش هم أبداً. لكن للأسف ما عنديش إلا صلاح الطوخي واحد بس. عشان كده هحملك شغل العشرة. ربنا يعزك يا فندم. أنت سمعت اللي حصل في اسم العمرانية؟ لا ما سمعتش تفاصيل لكن سمعت عن الموضوع يعني. أنا عاوزك تمسك القضية دي يا صلاح. القضية خطيرة جدا وفيها أطراف كتيرة ومحتاجة واحد شاطر زيك يتعامل مع الموضوع بحكمة وحسم. إن شاء الله هكون عند حسن ظن سعادتك يا فندم. إيه الحكاية بالظبط؟ أنا هحكي لك كل حاجة بالتفصيل. اغصى عليك يا سلمى، كل ده يحصل من غير ما تقولي لي؟ طب وهو عامل إيه دلوقتي؟ طيب أنا مسافة السكة وهكون عندكم. هي فريده انت فين؟ يلا مش عايزين نتاخر على الميتنج. ياسر كويس ان انت جيت، معلش انت هتهدر الميتنج لوحدك، انا لازم امشي دلوقتي حالا. فيها فريده مالك؟ عندي امرجنسي ولازم اتحرك معلش. يا ماما حصل لها حاجه لا سمح الله؟ لا ماما كويسه، بعدين بكره هفهمك اوكي؟ هو سعادتك تعرفه بشكل شخصي يا فندم؟ يعني خدم مع سعادتك قبل كده؟ في الحقيقه لا يا صلاح، بس انا حققت معاه قبل كده لانه ضرب واحد وكان هيموته. بعدين نقلته اسم العمرانيه. ده فتوه بقى. انت عارف الجماعه بتوع العمليات الخاصه بتبقى ايديهم تقيله شويه. لا ده مش اسمه طول خالص يا فندم، ده اسمه بلطجه. بص يا صلاح، في اتجاه هنا دلوقتي ان بعض الزملاء يداروا ويحموا زمايلهم. ما الكلام ده كان زمان يا فندم، دلوقتي ما عادش في حاجه بتستخبى. ولو دارينا على سليم واللي زيه هيبقى شكلنا وحش قوي. معاك حق يا صلاح. عشان كده موضوع سليم ده صعب جدا، واللي يقرب منه هيتأذي. ده غير بقى ان الموضوع داخل فيه أطراف كتيرة جدا، نواب وناس ايديها طايلة. ده غير بقى الميديا والزفت اللي اسمه الفيسبوك. عشان كده صلاح انا عايزك تمسك القضية دي. مفهوم يا فندم. من ناحيتنا يا فندم عملنا اللي علينا وسيادتك عارف الإجراءات. أنا طلبت تحريات عن واقعة من التفتيش الداخلية. يخوف بس ان محضر التحريات يتلاقى فيه. لا تحت أمرك يا فندم.
لا انا ابلغ سيادتك بالجديد على طول. ماشي يا فندم. ماشي. في حفظ الله. مع السلامة. مع السلامة. سلام. ادخل. فك يا ابني الكلبشات من ايديه. اه امشي انت. افتح يا محمد محضر جديد. وبعدين احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا لازم نشوف له محامي كويس. ايوه يا فريده، بس احنا مش بنفهم حاجه في موضوع المحامين ده. ما تقلقيش طيب، سيبوا عليا انا الموضوع ده، انا هعرف اتصرف فيه. اهم حاجه بس دلوقتي موضوع الزياره، لازم نعرف هنقدر نشوفه امتى. ما اعرفش. يعني ايه ما تعرفيش يا سلمى؟ هنفضل سايبينه لوحده كده؟ ده تلاقيه يا حبيبي هيتجنن من كتر التفكير. ده غير انه اكيد محتاج لبس واكل والحاجات دي. طيب خلاص، انا ممكن اكلم المأمور او حد من صحابه نفهم منه كل حاجه. ضروري يا سلمى تعملي كده. مالك يا طنط؟ ساكته كده ليه؟ ابدا يا بنتي، بركه فيكم، انتوا عاملين حساب كل حاجه. ما تقلقيش يا طنط، ان شاء الله ازمه وهتعدي. يا رب. انا عارفه الدنيا كلها ابتلاءات. سلمى خدي فريده حبيبتي وخشوا المطبخ اعملوا لكم حاجه تاكلوها، وانا هخش اريح شويه ولما اصحى باكل. حاضر يا حبيبتي. يا رب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سلمى أنا قلقانة على أمك. ليه يا بنتي؟ ما هي كويسة أهي. ما هو ده اللي قلقني، دي عاملة كأنها لا حاسة ولا دريانة باللي حصل لسليم. وأنتِ هتتوهي عن ماما، هي كده 10 رجالة في بعض، ما بتتهزش حتى لو الدنيا كلها اتطربقت من حواليها. مش عارفة. يا رب يا رب عيني على نفسي. يا رب والله زي ما بقول لسعادتك كده، هو ده اللي حصل بالظبط. بس انت ما عندكش اثبات على الكلام اللي انت بتقوله ده؟ محدش شاف زلطه اللي انت بتقول عليه ده؟ يا بيه ما فيش غيره جالي المستشفى، وانا رحت للمريض عشان اديله الحقنه، رجعت لقيت الدولاب مكسور. الكلام ده لا هيقدم ولا اخر يا ابراهيم. المفاتيح مفاتيحك، والعهده عهدتك. انت عارف دي ايه؟ اتجار في مواد مخدره وقضيه اختلاس. عارف عقوبتها قد ايه؟ على الاقل 15 سنه. قسما بالله يا بيه وحياه عيالي مانا. طب انا بيه معايا المفتاح، هكسر الدولاب ليه؟ من غير حلفانات يا ابراهيم. احسن حاجه تعترف بسرقتك للعهده وتقول بعتها لمين؟ يمكن يحسن موقفك شويه. يا بيه انا ما سرقتش حاجه، انا زي ما بقول لك يا بيه انا رحت اشوف المريض، اكيد ولادي الحرام ومفيش غيره زلط هو اللي جه زارني، كسر الدولاب وخد الحاجه. براحتك. اكتب يا ابني. يحبس المتهم 4 أيام على ذمه التحقيق ويراعى التجديد في الموعد القانوني. مين؟
خير يا معلم حسني؟ خير يا سميح، ما تخافيش. مش المعلم حسني الضبع اللي اتهجم على الولايه في نصاص الليالي؟ واللي بيحصل ده تسميه ايه يا معلم؟ هي دي برضو اصول الرجوله؟ سميها زياره، زياره ونصيحه. دلوقتي؟ اه، اصل النصيحه ما تحبش الفضيحه، تحب الستر، مش كده ولا ايه؟ والرجوله بقى اللي بتتكلمي عنها دي جوزك ما يعرفش عنها حاجه. لا معلش يا معلم، انا جوزي ارجى الراجل. الراجل اللي ما يخافش على بيته وبناته ومراته ما يبقاش راجل. وانا نبهت عليه مره واتنين وعشره ما سمعش الكلام. تقوليش يا اختي زهقان منك وعايز يخلص. انت عايز مننا ايه؟ انت ما كفكش اللي جرى لنا من تحت راسك؟ تحت راس انا؟ تحت راس جوزك. وعموما بقى عشان انا ابن بلد ومش عاوز العيبه تركبني قلت اجي انبهكوا لاخر مره. وبعدها بقى يبقى عداني العيب. وربنا بيقول ايه؟ ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. فاهمه ولا اقول تاني؟ حرام حرام. مات الكلام يا سميحه. عقلي جوزك وخليه يسترجل. وفهميه ان انتوا ولايا. ربنا يستر على ولايانا. خافي على نفسك يا سميحه وخافي على بناتك والأذية ليها ألف باب. سلام. وانا اقولك من غير سلام. أنكل مش هينفع كده، يعني ولا عشا ولا افطار. ايه هذا؟ في ايه؟ أنكل يا صلاح مش عايز ياكل خالص ومش عارفة أعمل ايه في الأدوية. لا سيبهولي بقى. أمال الولاد فين؟ الولاد في المدرسة. طيب روح أنت. صباح الخير يا عم اللواء. صباح الخير. ايه بقى؟ انت تعب غدا ليه؟ تقول انك مش عاوز تاكل ولا تاخد الأدوية. لا احنا مش عاوزين كده. انت لازم تاكل وتاخد الأدوية. بص انا عندي ليك حكاية مهمة قوي بس مش هحكي لك عليها غير لما تشرب الأول. اشرب. لا ما انا مش هحكي لك لما تشرب الأول. يلا. ها ايوه. شوف بقى سيادة اللواء، الحكاية اللي عايز احكيها لك عن واد ضابط شايف نفسه قوي طالع فيها لفوق قوي. قبض على واد صغير وقعد يضرب فيه ويعذبه لحد ما مات فيه. لا مؤاخذة يا سليم بيه، ده حد حضرتك ما اكلتش العشاء. ماليش نفس. ينفع حد يجيب لي سجاير ولا ممنوع؟ حتى لو ممنوع يا فندم، أوامر سعادتك، احنا كنا لحم اكتفنا من خير حضرتك. خد الأكل ده معاك دي لأي حد ياكله. والله شدة وهتزول إن شاء الله. ما تزعلش نفسك. امسك يا سناء. ايه ده حك؟
امسك يا سناء، انت هتتكسفي مني. خدي يا شيخه احنا اهل، خدي. مش عايزه فلوس، مش عايزه فلوس، انا عايزه ابني، عايزه ضنايا. دم ابنك وحقه في رقبتي يا سناء. طب وغلاوتك وحق جلال الله ما هدى ولا يهنى لي بال الا لما الضابط اللي عمل في ابنك كده ده يتحبس. هو يعني حبسه هيرجع لي ابني؟ لا يا ست سناء، بس هيبرد نار قلبك وهيبرد نار الواد في تربته. بقول لك ايه، انا الحاج موصيني وصايه جامده قوي، انا هاجي بكره واخدك من ايدك كده ونروح الشهر العقاري، تعملي لي توكيل وانا هتولى القضيه بنفسي. اتفقنا؟ قولي اتفقنا يا سناء عشان ربنا ينصرنا. قلت لا اله الا الله، بس انت ذنبك ايه حاج تغرم ده كله؟ استغفر الله، استغفر الله يا ست ندى. يعلم ربنا ان ندى الله يرحمها كانت زي بنتي بالظبط، زي ما سياد الله يرحمه كان زي تامر ابني بالظبط. يعلم ربنا انا كنت مستني اليوم اللي هتتجوز فيه عشان اقف لها بنفسي وأوصلها البيت عريسها بنفسي. طب هنعمل ايه؟ حمار. بس بإذن المولى، بإذن المولى أنا مش هقدر ولا يهنى لي بال إلا لما أخد بطرهم هما الاتنين. ربنا يخليك يا حاج. وزي ما قلت لك يا حاجة، مصاريف جنازتهم هما الاتنين عندي إن شاء الله. الليلة دي هعمل صوان كبير وأقف فيه أنا وابني وناخد عزاهم هما الاتنين. استغفر الله العظيم ونادي الحرام، حرام دي من بنتك، وكانوا عايزين يشيلوها لابني ويحرموني أنا كمان منه، لكن أراد المولى عز وجل إنه يكشف ملابهم ويترد مكرهم عليهم. استغفر الله العظيم. كنت عايزة. اتفضلي يا حاجة. إيه ده يا حاج؟ مستورة والحمد لله مستورة. يا ولية امسكي، احنا غرب، احنا اهل، امسكي مال. انا عارف ان ندى الله يرحمها كانت هي اللي شايلاكي وشايلة البيت كله، وانا اوعدك يا حاج ان اول كل شهر هيوصلك واحد من صبياني يسلمك ظرف زي ده وانت قاعدة مكانك معززة مكرمة، واي حاجة تحتاجيها يا حاجة ما ترتبطيش بوقت، اي وقت اطلبيني هتلاقيني عندك في دقايق. اي والله. بالنسبه للقضيه ما تقلقيش خالص يا حاجه، انا اتفقت مع الحاج ان انا هتولى القضيه بنفسي ومن غير اي اتعاب. كل بس اللي مطلوب من حضرتك انك تروحي الشهر العقاري وتعملي لي توكيل، وباذن الله باذن الله هجيب لك حقك من اللي عملوا فيها كده. اتفقنا؟ قولي اتفقنا يا حاجة، قولي اتفقنا، وإن شاء الله ربنا هينصرنا. أنا قريت المحضر، لكن للأسف موقف سليم بيه سيء للغاية. يعني إيه؟ أمال إحنا جايين لحضرتك ليه؟ كل عقدة وليها حلال يا فريدة هانم، بس أنا حبيت أوضح الأمور من الأول. أنا مش فاهمة حاجة ومش عايزة أفهم حاجة خالص. أنا كل اللي يهمني دلوقتي إن سليم يخرج من المصيبة دي. إن شاء الله يا نسا، صحيح شهادة الشهود مش في صفه، وكمان تقرير الطب الشرعي المبدئي ضده، لكن إحنا لسه في أول الطريق. يعني انت ناوي على ايه دلوقتي؟ ان شاء الله هحضر معاه التحقيق المره اللي جايه وربنا يسهل. على فكره احنا ما اتكلمناش في الاتعاب. ايوه بس حضرتك ما فيش مشكله في الاتعاب اللي حضرتك هتؤمر بيه، المهم ان سليم يطلع. يا أستاذ ما لبستش يعني؟ عايزة خلاص هيبتدي، احنا لازم نكون أول ناس موجودين. أنا مش عايز أروح أنا يا حاج. أنت تخلص خالص، مش عايز أسمع، عايزه مش عايز دي. أنت تسمع اللي بقولك عليه وتنفذه وأنت زي الجزمة القديمة. اتفضل يلا قوم البس وخمس دقايق تبقى قدامي هنا. يا حاج أنت إزاي بس عايزني أروح؟ يعني اروح اقف عازل الواد اللي مات بسببي؟ اروح اخد عازل البنت اللي انا موتها؟ تيجي ازاي يا حاج؟ حسك عينك اسمع منك الكلام ده تاني حتى بينك وبين نفسك.
الاتنين اللي ماتوا دول احنا ملناش دعوه بيهم نهائي، ولازم نقف ناخد اعزائهم كانهم اهلنا بالظبط. اتفضل، عايزك تلبس بدله وكرافته وتسرع شعرك المنكوش ده، عايزك تقف في العزا راجل، تبقى قد الواجب اللي انت رايح تعمله وقد الحزن على اللي ماتوا. ولعلمك الحزن ده لازم الناس كلها تشوفه في عينيك، فاهم؟ يلا يلا. كتر خيرك يا فريدة، تحرمش منك يا حبيبتي، بكرة الصبح هنزل البنك أسحب لك الفلوس وسلمى توديهم لك. إيه الكلام اللي يزعل ده بقى يا طنط؟ هو أنا مش زي سلمى وسليم ولا إيه؟ ربنا يعلم يا حبيبتي معزتك عندي قد إيه، بس دي الأصول. لو كان حصل كده مع سليم ولا سلمى كانوا هيعملوا كده، سليم نفسه لو حصل معاه كده كان هيعمل زي ما عملت. خلاص، وأنا الفلوس دي اديتها لسليم، لا اديتها لك ولا اديتها لسلمى، هو لما يطلع بإذن الله بالسلام هيديهم لي بنفسه. فريده انت والله العظيم ما هاخد منك حاجه يا طنط خلاص، وبعدين ما انت عارفه سليم ابنك لا يمكن هينام وحد له عنده حاجه، ده مش بعيد يطلع من النيابه على البنك على طول. جرى يا سلمى؟ تصلي على النبي مال، قومي اعملي يا حبيبتي لفريده حاجه تشربها. لا يا طنط انا لازم امشي، اصل ماما مسافره عمره بكره ان شاء الله، ويا دوبك الحق اقعد معاها شويه. يا عم اسمك بقول لك يا فريده، وصي ماما تدعي لي سليم، تدعي له في الروضة الشريفة. حاضر يا طنط، مع السلامة. أدعي له؟ ده لولا إن الدعاء على الناس جوه الحرم حرام كنت دعيت عليه لما شبعت. حرام عليك يا ماما، حرمة عليه عيشته هو واللي زيه. أنت مش عارفة عمل فيكي إيه؟ ده كسر قلبك وكمان قتل قتلة، أدعي له إزاي؟ سليم لا يمكن يعمل كده، أنا عارفة كويس لا يمكن يأذي بني آدم. مال هما بيتبلوا عليه؟ وبعدين ده ظابط، يعني لا له في السياسة ولا ملوش ظهر وضعيف. وبعدين أنا عايزة أعرف منك حاجة، أنت مهتمية قوي بالموضوع ده ليه؟ وإزاي تروحي لهم وكمان عند المحامي؟ ملوش لازمة الكلام ده دلوقتي يا ماما، ومفيش حاجة تستاهل إن احنا نتخانق عليها. ويا ستي لو كان على الدعاء خلاص ما تدعيش، ربنا بيسمع كل الناس جوه الحرم وبره الحرم، وسليم عنده ناس كتير قوي تدعي له من قلبها. ايوه يا ابني، خليهم يجهزوا لي العربيه انا نازل حالا. تعيش الجامل يا عم الحاج، مش هنتكلم في موضوعنا بقى ولا ايه؟ انت اتجننت؟ عارف لو فتحتني تاني في الموضوع ده قدام اي حد انا ممكن اعمل فيك ايه؟ وعزه جلال الله ادفنك صحي. طب انت بتقفش ليه يا عم الحاج؟ جور انت ارفعي دلوقتي. يلا وانا اخلص مع عم الحاج واكلمك. يلا وانت تامر خد شادي واديك لها. الله يلا. الله، هو تامر بيه غريب ولا ايه؟
ده هو صاحب الليله كلها يا عم الحاج. تكون فاهم ان انت لو دراعي اقسم بالله انا وقت الجد ما حد هيعوشني عنك. ادانا غالي يا عم الحاج وربنا خليك الاستاذ. عمري جيت اعمل الواجب برضه وافكرك بالاذن بهوات بالاذن بالحاج. عجبكم اللي انتوا عاملينه فيا ده؟ عجبكم؟ اتفضل يلا. ايه ده يا ابني؟ انتوا قاعدين في اوتيل ولا ايه؟ شاي وقهوه وميه معدنيه. انت بقى سليم الانصاري؟